نزيف الدم السوري في رقابنا جميعا، وعلينا أن ندرك أن هذا الدم وأولياءه لا يمكن أن يقف أو يتوقف بغير تدخل فاعل منا جميعا. قل يا مرسي قل هوية، قل يا مرسي قل هوية، رحنا نأيد ثورة سوريا، رحنا نأيد ثورة سوريا، ارفع راسك فوق انت مصري، ارفع راسك فوق ريسنا مرسي، ارفع راسك فوق ريسنا مرسي، ثوار احرار هنكمل المشوار، ثوار احرار هنكمل المشوار، الحقيقه الواحد بعد ما شاف المطار الدكتور مرسي النهارده سعيد جدا 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 بالكلام اللي اتقال، وحاسس فعلا يعني ان هو فخور بان هو مصري اولا، وبان الدكتور محمد مرسي هو رئيسنا ثانيا، وسعيد بكل كلمه الدكتور محمد مرسي قالها وكل قرار خده في الفتره اللي فاتت. الدكتور مرسي كده وضع مصر يعني في مكانها اللي تليق به كدوله متقدمه، كدوله مشوريه في مش هنقول في المنطقه العربيه او المنطقه الاسلاميه، بل ان شاء الله في الدول العالم كله، كدوله ليها قيمتها وليها خضرها، دوله محوريه ليها استقلالها اللي يليق بها. فالدكتور مرسي فعلا انتقل بمصر يعني الى دوله من ضمن الدول الكبرى، انها يكون فعلا مكانه عاليه تليق بها. وكفايه ان هو قال في عقر الشيعة الذين يسبون سيدنا أبو بكر سيدنا عمر أثنى عليهم وذكرهم بما يستحقونه من أنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حاملين لواء الإسلام والعقيدة. مرسي يالا في طهران، مرسي يالا في طهران، بكرا حرار الجولان.